عايز اروح برضو للقطه مهمه، لقطه لوزير الرياضه الدكتور اشرف صبحي. النهارده لما بيكون وزير وفي محفل عالمي وفي بروتوكول، دايما بتتقيد انت بالبروتوكولات وبالرسميات، لكن هنروح نشوف الدكتور اشرف صبحي اللي نسي في اللحظه دي ان هو وزير، افتكر مصر وافتكر ان هو مشجع مصري وبدا يشجع سيف عيسى. تعالوا نشوف الدكتور اشرف صبحي في اللقطه الحلوه دي. ميزه الطول ها؟ الحمد لله الحمد لله شرفت مصر الحمد لله ربنا يبارك فيك والله لقطة حلوة جدا. زي ما بقول لحضراتكم الدكتور أشرف صبحي وزير رياضة نسي في اللحظة دي إن هو وزير، نسي البروتوكولات، نسي الرسميات، يعني افتكر مصر وافتكر ان هو مشجع مصري كان بيشجع من قلبه هو بنادي على سيف عيسى. دي فعلا يعني لقطه حلوه جدا. وبرده زي ما احنا بنحيي كل مسؤول او كل اتحاد اجتهد، بنحيي برده الاسره المصريه ولي الامر اللي اجتهد وتعب علشان ابنه او بنته يوصل للمكانه دي علشان يكون في يوم من الايام بطل اولمبي. والنهارده علشان تكون بطل اولمبي اكيد لازم مشوار طويل من التعب، فمن هنا بنبارك لهدايه وبنبارك لسيف ومزيد يا رب ان شاء الله من الميداليات.